السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معاكم الملزمة الثانية، وصلنا إلى Software Validation. طبعا الغرض عندنا مصطلحين، الفاريفيكيشن والفاليديشن، واثنيناتهم لو ترجموهن مثل ما قلنا يطلع عن شنو هن التحقق من الصحة، وشرحناهن شنو الفرق بيناتهم. اليوم راح نمر عليهن ونشرحهن أيضا. الغرض من التحقق من الفاريفيكيشن أو الفاليديشن هو شنو؟ هو اظهار ان النظام يتوافق ويلبي متطلبات العميل، انه يتوافق ويلبي متطلبات العميل او الكوستمر. اوكي، من هذا السيستم يعني احنا من نكمل السيستم، لا اكيد احنا سويناه بالاعتماد على شنو، او بيسد اون ذا ريكويرمنت. فاحنا نريد نشوف ورا ما نكمل هل هو يلبي هذه المتطلبات، راح نشوفها بيا مرحلة. هذه لازم تكون مرحلة الفاليديشن. شو يشمل عملية الفاليديشن؟ شنو يشمل؟ الفحص والريفيو للبروسيس and system testing. تنتبهون على هاي system testing اللي هو اختبار النظام. معناها اختبار النظام هو حيكون شنو، هو جزء من الـ software validation. اوكي، شلون هذا اختبار النظام راح يصير؟ System testing involve يتضمن executing. طبعا احنا هسه نريد نختبر اي نظام، لازم شنو نسوي له؟ ننفذه. فأثناء التنفيذ راح يكون راح يصير الاختبار. System testing involves يتضمن executing the system with test data. طبعا test cases أو test data هاي اللي حالات اختبار لازم من مشتقة، that are derived مشتق from the specification of the real data to the processed by the system. يعني احنا نسوي نظام طبي، لازم احنا بعدين الداتا اللي نجيبها لازم من تكون من the requirement اللي هي شنو، هي من بيانات او real data. من لان احنا النظام نريد نسويه مثلا يخدم مستشفى، يخدم مثلا القطاع الصحي، فاكيد البيانات لازم شو تكون، من بيانات حيه من هذا القطاع وهكذا. طبعا التيستينج هو يعني يكون نشاط اكثر استخداما بمن بالفاريفيكيشن والفاليديشن، وهو النشاط الاكثر استخدام. مراحل التيستينج يعني هو من تسمع فاليديشن، يعني اهم شيء بالفاليديشن اللي هو شنو، هو السيستم تيستينج. طبعا بيها ريفيو بيها فحص، بس هو المهم مالتهم شنو، هو السيستم تيستينج راح ناخذه هنا بالتفصيل. السيستم تيستينج بثلاث مكونات، ايضا هذا الفيجر مهم، اللي هو الكومبوننت تيستينج والسيستم تيستينج والاكسبتنس تيستينج، او يسمونه الكوستمر تيستينج. ناخذه جوا مكتوب الاسم الثاني له. ولو تشوفون انه الكومبوننت تيستينج مبينه، احنا كل وحده بوحدتها نسوي لها تيستينج، والسيستم تيستينج لا، السيستم بالكامل نفحصه او نسوي له تيستينج، بالاضافه للاكسبتنس تيستينج انه احنا ناخذ بيانات من الداتا، راح نشرحها بالتفصيل بالفقره اللاحقه. تنتبهون للاسهم ايضا، من الكومبوننت تيستينج ممكن نروح مباشره لمن الاكسبتنس تيستينج. وإذا شفنا أنه شوفوا هذا السهم الراجع أنه شنو، إذا شفنا أكو خلل أكيد راح نعدل على الخلل ونرجع مين، نرجع للكومبوننت تيستينج وهذا وهكذا. فالكومبوننت تيستينج نجي اللي هو الانديفيدوال كومبوننت ار تيستينج اندبندنتلي. أوكي، يعني معناها المكونات المفردة يصير لها فحص أو تيستينج شنو، اندبندنتلي بصورة مستقلة. معناها الثاني الكومبوننت هي شنو، هي شو تكون، يعني هي هذه الكومبوننت قد تكون دوال او اوبجكت او مجموعات متماسكه من هذه الكيانات. السيستم تيستينج اللي هو هذا الثاني شو يكون، تيستينج اوف ذا سيستم از ا هول، يعني السيستم بالكامل احنا شو نسوي له، نسوي له تيستينج. الكوستمر تيستينج او الاكسبتنس تيستينج هذا الاخير شو يكون، تيستينج وذ كاستمر داتا، يعني الداتا مين نجيبها، من الكاستمر، واللي تكون هي ريال داتا طبعا تكون افضل. تو تشيك ذات ذا سيستم ميت ذا كاستمر نيد او كاستمر ريكويرمنت، اللي حتى شنو نفحص انه يكون هذا السيستم شوي يلبي طلبات او متطلبات الزبون او الكاستمر. السيستم تيستينج ان جنرال هذا اللي هو المكون الثاني شو يتكون، السيستم تيستينج حتى لا تدخون يعني بالقراءه، انه المكون هذا السيستم تيستينج اللي هو يتكون من ثلاث اختبارات. اوكي، اتمنى ان شاء الله بصف رابع
بالمشاريع مال التخرج تختارون واحد من عندهم، يعني من تسوي النظام مالتك تختار حسب طبيعة النظام اللي تسويه، تختار واحد من هذه السيستم تيستينج وتخليه وتكتب عنه، وتقدر تستفاد من الكلام الموجود بالملزمة تكتب عنه انه بدل بعد ما تكمل بناء السيستم مالتك تسوي له تيستينج بواحد من هاي الانواع. فالسيستم تيستينج يوجوالي كونسيست اوف 3 ديفرنت كايند اوف تيستينج اكتيفيتي، هاي النشاطات مال التيستينج المختلفة ثلاثة هنا يتكون معنا، أول واحد اسمه الألفا تيستينج، والثاني اسمه البيتا تيستينج، والثالث اسمه الأكسبتنس تيستينج. لو نجي على الألفا تيستينج شنو معناته؟ It is the system testing performed by the development team. يعني مثلا أنت سويت سيستم وتروح تخلي الديفلوبمنت تيم، يعني الناس اللي المبرمجين اللي وياك هم يفحصوه. مثلا أنا أعطيكم فد مثال، واحد من عندكم يسوي مشروع تخرج ويعرض علينا على أساتذة أو على طلاب صف رابع زملاء، إيش راح يصير؟ يسمون هذا ألفا تيستينج. الطلاب زملاء أو المبرمجين أو الأساتذة الأكاديميين اللي هم اختصاصهم برمجة إيش راح يصير؟ راح يفحصوه ويطوا الملاحظات عليه، ويعني يطوا الفيدباك اللي الملائم، فإيش راح يسمون هذا من يا نوع الألفا تيستينج. البيتا تيستينج السيستم من يؤدي التيستينج مالت السيستم باي فرندلي سيت اوف كاستمر، انت تجيب صوره وديه تختار مجموعه من الكاستمرز وش تسوي وتعرض عليهم النظام وهم يختبروا وينطوك ايضا الفيدباك. النوع الثالث هو الاكسبتنس تيستينج، سيستم تيستينج بيرفورمد باي ذا كاستمر هيم سيلف، يعني الكاستمر بعد شو وقت افتر ذا برودكت ديليفري، يعني بعد ما يستلمون البرودكت او يستلمون النظام من الشركه مالت السوفت وير شو يسووا له؟ هم يسووا له تيست. تو ليش يسووا له تيست؟ تو ديترماين ويذر تو اكسبت اور ريجكت ذا ديليفرد برودكت، يعني حتى شنو يحددون ان هم راح يقبلوا هذا يلبي متطلباتهم او لا. فتحديد فيما اذا كان يلبي او فيما اذا كان راح يقبلوه او يسووا له ريجكت يعني رفضوا، ايش وقت تتم هذه بها نوع الاكسبتنس تيستينج. اوكي، ولذلك تشوفون الالفا تيستينج والبيتا تيستينج من هو يسوي يصير يعني عمليه التيستينج تكون هنا قبل الدليفري، وتنتبهون هاي الملاحظه جدا مهمه يجوز تجي يعني بالترو اند فولس، انه هذا تكون قبل الدليفري وهذه تكون شنو بعد الدليفري، يعني بعد ما يتسلم النظام يصير له الاكسبتنس تيستينج، وقبل لا يتسلم النظام شكون انت من حقك تسوي الالفا تيستينج او البيتا تيستينج او تجمع الاثنيناتن، يعني انت تكون حسب طبيعة البرنامج وحسب انت شوف شو تقرر. شكرا لكم.